ثقافي مقتبل عمري وسعري قليل ولا ينبت طبيعيا. فمنذ الصغر إلى الآن لم ينبت إلا مثل سعر الأولاد الذين لا يطيلون شعورهم. فهل يجوز لي أن أعمل عملية أو كما يسمونها زراعة الشعر حتى يصبح شعري مثل غيري من الفتيات الطيني؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن ذلك طبيا لأن يكون هناك علاج يسبب نبات الشعر أو عملية طبية فلا بأس بذلك، لأن هذا من العلاج المباح، ولأن بقاءها على هذه الكيفية يكون مشوها لها، وإزالة التشويه إذا أمكنك بما حل الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا.